بالنسبة أكيد فلذات الأكباد ديالنا اللي هما الأطفال ديالنا ما يمكنش ننساوهم، وأكيد العديد من الناس كيكونوا الأطفال غاديين في استقرار صحي حتى كتجي هاد الفصلة ديال الفصل ديال الشتاء اللي كيبداو فيه نزلات البرد، كيبداو فيه الرواح، كيبداو فيه بزاف الأمراض. فكل هاد الأمراض هادية ما هي إلا ترجمة في الواقع ديال نقصان المناعة عند الطفل، والطفل لما كتنقص له المناعة فممكن يتقص بالرواح، والطفل اللي ما تنقصلوش المناعة ما عمره يتقص بهاد انواع ديال الامراض هذا. فمطلوب منا احنا اولا تكون رعاية، يعني رعاية من حيث الملابس ديال الطفل تكون ملابس يعني مناسبة للطفل ما يكونش عاوتاني يتعرض للبرد، هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية كاينة اجراءات في المنزل اللي خاصنا نقوموا بها باش ما يكونش واحد الظروف مواتية ان هذا الطفل مثلا الاطفال اللي كيخرجوا من الحمام يكونوا يعني تكون واحد العناية بالتعامل معاهم باش هذا الطفل بالدارجة ما يضربوش البرد. زائد الطفل خصو تكون عنده واحد حماية داخلية، والحماية الداخلية من هاد نزلات البرد ومن هاد المشاكل هادية ديال الطفل فهي الحماية اللي كاينة عند الآباء. وما كنقولوا حماية داخلية كنقصدوا أملاح معدنية، كنقصدوا فيتامينات، كنقصدوا مضادات الأكسدة، كنقصدوا بوليفينولات فلافونويدات. هادشي هذايا فين كاين؟ كاين في هاد الأغذية اللي كاينة دابا، منها مثلا زيت الزيتون. زيت الزيتون هو غذاء للأطفال بامتياز، البطاطا الحلوة هي غذاء الأطفال بامتياز، القطاني هو غذاء الأطفال بامتياز، مثلا القزبر، المعدنوس، الكرافس اللي نديروها في الأغذية ديالنا، الأغذية ديالنا. فهذا من شأنه هذا الطبيعة اللي كتعطينا هذه الأغذية الموسمية. فأكيد الوجبة ستكون منزلية مع الآباء، وهذه الأغذية من شأنها أنها تعطينا واحد المناعة للطفل. وأنا كنقول دائما اي طفل عنده مناعه مرتفعه فما غاديش يمرض لك بالرواح، وما غاديش يمرض باقي الامراض، وحتى يمرض بالرواح ما غيفوتش فيه الرواح واحد 24 ساعه وغيرجع الطفل بصحه جيده. نعم، تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.